وللحديث عن معاناة الروهينجا وأطفالهم معنا عبر الهاتف من العاصمة البريطانية لندن الدكتور طاهر الأركاني رئيس المؤتمر العام لاتحاد الروهينجا. دكتور مساء الخير، أهلا بك معنا. من خلال مشاهداتكم والأرقام التي بحوزتكم، ما حجم المعاناة التي يعيشها أطفال مسلمي الروهينجا تحديدا دون سن الخامسة في مخيمات اللجوء؟ حياكم الله، حيا الله المشاهدين في كل مكان. طبعا التقرير الذي ذكرتم يسلط الضوء على بعض المعاناة أطفال الروهينجيا في بنغلاديش في مخيمات اللاجئين هناك، ولكن الواقع أكثر من ذلك ومؤلم جدا، يهدد حياة جميع الأطفال بسبب ما يعانون من الأمراض المزمنة، من ذلك من أمراض مثل فقر الدم. يعانون يعني أكبر عدد من أطفال الروهينجيا في المخيمات، وكذلك الإسهال المزمن، وكذلك الالتهاب رئوي حاد، وكذلك مرض الخناق، ويواجهون خطر الموت، وهذا طبيعي جدا. وقال أيضا في التقرير أنه لا يمكن تصور ما يعانيه أطفال الروهينجيا، وهذا ينذر بخطر الموت هؤلاء الأطفال كلهم، وهم يمثلون الأكثرية من اللاجئين. كما ذكرت التقارير السابقة للأمم المتحدة أن أكثر من 60 من اللاجئين وهم الأطفال، وهم اليوم يعانون خطر الموت بسبب نقص من الأدوات الطبية والأدوية، وكذلك بسبب سوء التغذية. وأنا أتساءل الآن، نعم حينما كانوا في داخل أركان المنظمات الصحية والمنظمات الخيرية ما كانت مسموحة لهم للدخول إلى تلك المناطق، ولكن أين هم الآن في بنغلاديش؟ هذا سؤالي أيضا دكتور. إذا كان الواقع أكثر من ذلك ويهدد حياة جميع الأطفال من الروهينجا داخل مخيمات اللجوء، أين دور المنظمات الإنسانية ومنها اليونسكو مما يحصل لهؤلاء الأطفال؟ صحيح، وهذا الذي أنا أقول. التقرير يصدر من الأمم المتحدة، ولكن ينبغي أن يسلط الضوء في تقرير الأمم المتحدة ما دورهم في حماية هؤلاء، وكذلك ما دور المنظمات الإنسانية في العالم الإسلامي. أيضا يجب عليهم أن يتحملوا جزءا من واجبهم تجاه هؤلاء الأقلية وهؤلاء الأطفال. إذا ماتوا فقد تنتهي أقلية الروهينجيا في بنغلاديش دون أن يكون لهم ذكر في داخل أركان. نعم. الأطفال هم أساس هؤلاء القوم. طيب دكتور، هل من حلول على الأقل مؤقتة تم طرحها، تم الحديث عنها لانتشال هؤلاء الأطفال من مأساتهم هذه؟ هو يجب أن يكون هنالك المنظمات الدولية وبمشاركة من الحكومات القادرة لإنقاذ هؤلاء. يجب أن يكون هناك بعثات طبية عاجلة وأدوات طبية والمواد الصحية عاجلة لإنقاذ هؤلاء لحمايتهم ومن هذه الأوبئة، وكذلك يعني وقف الأسباب، منع الأسباب التي تسببت لمثل هذه الأمراض من المياه الصحية والسكن، وكذلك طبيعة الأجواء هناك. وهنالك أشياء كثيرة يعرفها الأمم المتحدة والمنظمات العاملة هناك، يجب أن تكون يعني معالجة هذه الأسباب، وبالتالي معالجة هؤلاء الأطفال من خطر الموت من خلال توجيه البعثات الطبية العاجلة، وكذلك المواد الطبية العاجلة والأدوات الطبية والبعثات والأطباء. تعرفون بنغلاديش دولة فقيرة لا تستطيع أن تقدم ما هو المطلوب، ولكن ينبغي أن يقوم الجمعيات والمنظمات والحكومات القادرة الآن لإنقاذ هؤلاء، التوجه إليهم لإنقاذ هؤلاء وحماية حياتهم وحياة أطفالهم الآن. شكرا جزيلا لك، حدثنا من العاصمة البريطانية لندن الدكتور طاهر الأركاني رئيس المؤتمر العام لاتحاد الروهينجا.